كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحاب؟ كلشي مزيان؟ كي دايرين نتوما العائله ديالكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وكنشكركم كلشي، كل واحد. المهم كنشكر اي واحد شجعني واي واحد كتب ليا، كنشكره بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نديرو هذا غراتان بالكفته. غنديرو انا درتهم بهادو، واي واحد زعما اي شكل بغيتو نتوما ديال هاد المعجنات بديرو ديروه. انا اختاريت هادو، سلقتهم وصفيتهم. واو، ما غنستعملو في هاد الكراتان هذا. كنحتاجو لنا تقريبا واحد 400 غرام هنايا، ولا تقريبا 400 500 غرام هنايا ديال المعجنات. عندي هنايا تقريبا، عندي المهم هاد الكميه ديال الكفته اللي استعملت على حسب الاحجام ديال الليمون اللي غادي تستعملو. عندي هنا واحد شويه ديال الفرماج محكوك، عندي هنايا بزار ملحه، شويه ديال البصله مقطعه صغيره، هادي على حسب البصله مقطعه نشحرها مع الكفته، مع معلقه ديال الزبده. وعندي لاصوص بيشاميل لافيت اللي درتها في القناه، وغادي نديرها معكم ان شاء الله. جوج معالق ديال الزبده، وجوج معالق كبار ديال الدقيق، ونص سيترو ديال الحليب، وجوج معالق ديال لاكريم فريش. هذه هي الليست لاكريم فريش، الا كاينه ما متوفرش ما ديروهاش، ديروا غير الحليب، حتى اكتفوا بالحليب بركه. هنايا عندي الكوزه، عندي غنستعمل غير شويه منها ماشي جوج. عندي هنايا الدقيق، راه قلت لكم جوج معالق ديال الدقيق بالنسبه للاصوص بيشاميل. وعندي هنايا لاصوص ديال مطيشه، استعملت فيها ورقه سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال زيت العود، بزار ملحه، شويه ديال الربيع، وتقريبا نقولوا تقريبا واحد اربعه ديال المطيشات صغار حكيتهم، مع معلقه ديال المطيشه ديال الحك، وخليتهم تاع قادو. وهاني دابا غادي نبدا ان شاء الله. هنا قلنا نص سيترو ديال الحليب، هذا نص سيترو ديال الحليب هذا غنستعملوه في لاصوص بيشاميل. والبصله مع الكفته غنشحروها. وعندي هنايا لاصوص ديال مطيشه، ونبداو على بركه الله ان شاء الله. عندي هنايا واحد تقريبا من واحد معلقه كبيره ديال الزبده، خليتها تذاب تتسخن ليا بعد المقله. غنرمي ديك البصله مشحره ديالي هنايا، البصيره مشحره، قطعتها مشحره، قلت لكم بصيله مشحره انا، يلا غنشحرها دابا، يلا غادي طيب نخليها واحد شويه باش نزيد عليها الكفته. غندير هنا شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، غنزيد عليها دابا الكفته ديالي. بسم الله، نحاول نحلها بحال هكا حتى ندخل هذيك البصله مشحره. هاني دابا ملي الكفته ديالي تشحرات غادي نطفي عليها، هاهي وتفرت تات ليا، غادي نطفي عليها وغادي نرجع باش نصاوب معكم ان شاء الله لاصوص بيشاميل. الزبده تذوب ليا، عندي هاد جوج معالق ديال الدقيق، ونحرك مزيان. طيب تبعنا داك الدقيق خاص ديك الزبده، دائما مع التحريك ديما خاص نحرك مزيان. نزيد الحليب شويه بشويه، نخوي داك الحليب شويه بشويه، نزيد داك الحليب القليه، درت هنا واحد شويه الملحه، غندير شويه ديال الابزار، ونجيب ديك الكوزه باش تاهي محكانه شويه. الكوزه كتجي زوينه مع لاصوص بيشاميل، كتعطي واحد الطعم زوين. الكوزه
عبارة هذيك جوج معالق ديال لاكنافلاش ديالي غنزيدهم هنايا نخلص شويه وغنطفي عليها. انا دابا ملي نطابليا كلشي هادشي غادي نبدا بسم الله. دهنت هاد المدير، نتوما دهنوا اي مول عندكم ماشي ضروري بحال الشكل، اي شكل عندكم واي مول متوفر عندكم. انا اختاريت هذا، غادي دابا دهنته بشويه ديال الزبده وغادي ندير مطيشه من تحت. الفرن شعلته، دابا غادي ندير الكفته. هاي دابا غنلوح حالو، نحاول نقادها في الصينية. كنديرها حتى بالمقارونية كتجي زوينة، المهم أي شكل أي شكل، وكتشبع فيها كلشي تبارك الله. راه البيشاميل ديالي من الفوق، لاصت البيشاميل ديالي من الفوق. غادي ندير دابا الكفته ديالي، نديرها كلها هنايا. ملي نكمل دابا ديك الكفته ديالي، نوزع ديك لاصوص مطيشه اللي بقات ليا، غنديرها كلها من الفوق. Thank you.
دابا داك هذيك الكميه اللي بقات ليا غنديرها من الفوق. درنا ديك لاصوص بيشاميل من الفوق وزعناها مزيان وصوبتها، غادي ندير دابا الفرماج محكوك. ندخلها دابا الفران طيب، اصلا كلشي طايب، ملي نخرجها ان شاء الله نرجع معكم. غنديرها ملي خرجت من الفران كيفاش كيجي الشكل ديالو، وغنقطع لكم دابا تشوفوا. نتمنىكم ديروه كاملين، راه كيجي زوين وزعما عائلي تبارك الله راه كي العشيوه ديروه الغداء ولا العشاء راه كيجي زوين وكيجي خفيف وفي تبارك الله جميع المكونات. انا غنقطع لكم دابا تشوفوا نتمنى يعجبكم. ملي قطعتو راه كيجي زوين، ونتمنىكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وبسلامه عليكم الى فيديو جديد. بسلامه.